قصص وكتب تربينا عليها منذ صغرنا، الشاطر حسن، سندريلا وغيرها أكيد. ما تأثير تلك القصص المكتوبة على أطفالنا؟ نشرت دورية أكسفورد ريفيو أوف إديكيشن حول تأثير قراءة الكتب على الأطفال. كانت نتيجة الدراسة تقول أن قراءة الكتب هي أفضل طريقة لتعزيز معرفة القراءة والكتابة، وأن الأطفال الذين تربوا على القراءة في أوقات فراغهم يحصلون على معدلات دراسية أعلى من غيرهم. اليوم سنتعرف على كيفية اختيار الكتب المناسبة لأطفالنا وكيف نجعل القراءة عادة يومية. سنرحب بضيفتنا في الاستوديو، ستكون معنا دينا هلسة الاختصاصية النفسية والتربوية. ولكن بداية دعونا نرى ما رأيكم أنتم في تعزيز القراءة عند أطفالنا. يعني بس يصير عمرهم 3 سنين وببلش تعليمهم. لازم من عمر 3-4 سنين يفضل، لأنه الأهل لهم دور كبير بتدريس الأطفال، لازم يتهيئوا قبل ما يروحوا على الروضة وعلى المدرسة. كمان بيساعد المعلمين، بيساعد إنه يكون عندهم خبرة من خلال التلفزيون، المواد التعليمية، مثلا البرامج التعليمية، التلفون أكثر إشي هالفترة. بعمر بيكونوا قبل المدرسة، يعني قبل الكاجي، وخمس سنين 6 سنين بهيك عمر، من سن مبكر، يعني من 5 سنوات يبدو. أنا عندي طفل من 4 سنوات بنعلمه. إذن دينا هلسة اختصاصية التربوية معنا، هلا بتقدري تحكي، تفضلي. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك دينا. يعني يمكن بداية كل أم بتحب إنه ابنها يكون يقرأ كثير ومتعلم ومثقف، يعني هاي غاية كل أب وأم بالنهاية. المغريات من حولهم كثيرة جدا، ويمكن حتى المحتوى الموجود عندنا محتوى قليل، صح. إن كان من ناحية اللغة العربية تحديدا. خلينا نبلش بداية، كيف أختار الكتاب لابني حتى يكون مغري وحتى يكون ممتع؟ ممتاز. هلا اول شيء لازم ننتبه عليه انه في عندنا اكثر من نوع كتب. دائما الاهالي بتوجهوا لانه يعطوا اولادهم الكتب التعليميه بهدف انهم يتعلموا اكثر او يكسبوا معلومه اكثر، بس بنسوا برضه انه حتى كتب الخيال والقصص فيها فائده كثير كبيره للدماغ. فاذا انا بدي افكر كأم شو الكتب اللي بدي اجيبها لاولادي، ونفس الوقت كأب ايش بقدر اجيب او اعطيهم قصص، لازم اشوف ايش الشيء اللي هم بيستمتعوا فيه، ايش الشيء اللي هم مهتمين فيه، وابني على هذا المجال. فمثلا ممكن تكون قصص فيها حيوانات بس فيها عبرة، نتعلم منها، نبني في الشخصية، نبني تحليل المنطق، كل المهارات اللي بتكون موجودة عندهم. يعني من الواضح دينا انه المشكلة فعليا انك تخلي يقعد ويمسك الكتاب عشان يعرف شو فيه، لانه لما يجي يمسك الايباد ويشوف كمية الاكشن والصوت والمغريات والساوند افكتس وكل هاي الاشياء، بدك بصمت يقعد ويمسك الكتاب لمدة 5 دقائق أو حتى صفحة وصفحتين وثلاثة. صراحة أحكي لك شو عم بعمل، صرت مؤخرا أحكي له اقرأ صفحتين عشان تحضر قد ما بدك مثلا. أوكي. يعني لهالدرجة عم بتنازل بالموضوع. فكيف ممكن تخلي فعليا طفل ومن أي سن تحديدا أنه يقعد هاي القعدة الصامتة؟ تمام. هلأ بصراحة عشان خلي طفل يقرأ، أحسن إشي نبدأ بسن كتير صغير، يعني حتى لما يكونوا أشهر أو أطفال لسه، يعني بيبيات إحنا بنحكي. أنا كأم أكون قاعدة عم بقرأ مع طفلي، كتير صعب على الأطفال يستمتعوا في القراءة إذا هم ما شافوا جمال القراءة، يعني ما كان فيها صوت وما كان فيها تفاعل في القراءة. فلما أنا كأم أقرأ معهم أو كأب يمسك الكتاب ويقلد الأصوات الموجودة، بيصير في اهتمام كتير أكبر في القراءة. فمرات لما نشوف شايفين إنه هلأ مثلاً أنا مش مستمتعة كتير في القراءة وما عم بحبها، معلش لو الأم أو الأب يقضوا وقت يقرأوا، حتى لو إحنا في بالنا إنه ما عم بيستفيد زي لما يقرأ لحاله، بس بالحقيقة هو بيستفيد، لأنه مهارات تانية بتكون عم تنبنى، خياله بيكون عم بتطور، دماغه الاستجابة، التركيز، إني أقعد وأسمع القصة، مع الوقت بيصير عندي اهتمام أكبر. نفس الوقت لازم أنا كأم وكأب كأهالي لازم نمسك الكتاب قدامهم ويشوفونا عم نقرأ. فإذا أنا بيشوفوني عم بقرأ بشوف إنه هاي عادة موجودة، بس هي أكيد كل ما بدأت بعمر أصغر كل ما كان أسهل تنميتها وإنها تضل مع الطفل. بس معك حق، يعني أكيد هلا التكنولوجيا والآيباد وكله كتير صعب. لأنه كمان ما تنسي إنه في عنا التعليم عن بعد. التعليم عن بعد يمكن صعب علينا الموضوع بزيادة، صارت فكرة الدراسة بالنسبة لإلهم كمان يعني ثقيلة وهم، فالكتاب كله صار يتمحور حول فكرة إنه أنا بدي أستفيد. بعدين دائما بيجي بخطر عبالنا فكرة إنه الأب بحكي خد لك كتاب استفيد بدال من الإشي اللي أنت عم تعمله. فيمكن قدي إحنا ككبار
بذهننا فكرة القراءة هي هم عشان نثبت إنه إحنا أحسن، إحنا بنعرف، إحنا كذا، هل فعلاً إحنا بنستمتع وقديه مهم عشان ننقل هذا الشعور للطفل؟ صح، هلأ زي ما حكيتي مش كل أهل بتلاقيهم عم بيستمتعوا في القراءة، بس بنفس الوقت بدهم يدفشوا أولادهم عشان يتحسنوا أولادهم يطلعوا أحسن بالضبط، أوكي؟ بس هي الفكرة إنه صح فيها تأثير، القراءة بترفع كتير. مرة قرأت كتاب عم بيحكي كل كتاب أنا بقرأه دماغي بعده مش زي أول ما أبدأ، الدماغ بتغير مع كل كتاب، سواء من حصيلة لغوية، سواء من خيال، من ذاكرة، من كل الروابط العصبية قاعدة بتتغير وبتتشكل مع كل كتاب بنقرأه. فأكيد إحنا كأهالي بدنا هذا الإشي لأولادنا، بس هذا مش إشي سهل، بدنا نشوف إيش الأشياء اللي ممكن نعطيها إياهم كدافع، كنخليه عندهم الحافز إنهم يختاروا الكتب. ممكن يكون عن طريق إنه هم يختاروا الكتب لحالهم، طبعاً أنا بدي أتأكد من المحتوى إنه ما فيه أي عنف، ما فيه أي شيء ممكن يكون مسيء لإلهم، بس كفكرة إنه أنا ماما خد حبيبي هي رحنا على المكتبة أنت اختار الكتاب اللي بدك إياه. لما أنا أسلب منهم الخيار وأجي أحكي لهم لا اقرأ بس كتب تعليمية، أنا عم بخليه ما يحب القراءة وبخليه زي كأني عم بجبره. مرات الأهل برضو بلجأوا إنه لخص، اقرأ اللي قرأته ولخصه. هلا هون برجع بحسوا زي انها زي كانها مدرسه، زي كانه دراسه او واجب، فبفقد الطفل هم انهم مرتاحين عم بيعملوا واجبهم. صح بالضبط، هم عم بحسوا انه زي كانه واجبنا احنا كأم وأب انه اكون متاكده انه عم انه قرا وفهم. صح، بس هذه بتخلي الطفل يفقد المتعه في القراءه للاسف. واحنا بدنا نبني حتى لو كان قراءه كتاب فكاهي مثلا او كتاب ما فيه كتير لسه معلومات بتفيده، القراءه نفسها كتاب ورا كتاب ويعني قصه ورا قصه بتكون عم بتفيده بنواحي تانية، يعني الروابط العصبية في الدماغ، الدماغ نفسه بعيد تشكيل ذاته وبيبني المهارات اللي عنده، حتى لو إحنا بنكون شايفين أنه ما في معنى من هالكتاب. طيب خلينا نحكي، هل نوع الكتاب ممكن يعني التطور والنمو اللي عم تحكي عنه بتغير من نوع مثلا الخيال العلمي غير عن التاريخ مثلا، غير عن أي نوع آخر من الدراما مثلا زيادة عن اللزوم؟ الإشي الحلو إنه كل الكتب بتفرق بالشخص وممكن نستخدمها لبناء الشخصية، يعني ممكن أستغل قصة زي ما حكيتي فيها خيال، أستخدم العبرة من القصة وأنمي فيها شخصيتي، أتعلم أفهم أكثر. القصص اللي فيها دراما أو تاريخ باجي بطبقها على أرض الواقع، شو بقدر أتعلم منها. القصص حتى الفكاهية المرات بتكون يعني بصراحة ما فيها كتير معنى، بس ممكن يعني نحط الطفل بموقف هذا الشخص اللي بالكتاب وإنه يجي يسأله إيش أنت شايف لو مكانه، كل هاي العبر اللي إحنا ممكن نعمله. بس ممكن سؤالنا شو أنت فكرت بالقصة، فكرك أقرأها. هذه الأسئلة بدل ما مثلا نيجي نحكي له يلخص، نيجي بنقدر نسأله شو رأيك أنت، حبيت ما حبيت القصة، بتحب بتحسني لازم أقرأها مثلا. بحس الطفل إنه هو جزء زي كأنه في نقاش بالموضوع وجزء مهم صار اللي إنك أنت وياه تتناقشوا في الموضوع، بيستمتع في القراءة أكثر. بس كفائدة كل الكتب لها فائدة أكيد، مثلا كتب الفائدة التعليمية ممكن يعني كمعلومات يكون أكثر، بس هذيك ممكن تزيد التواصل الاجتماعي وال يعني هو مدام اكتسب العادة فبصير سهل علينا أن نغير الأنواع. بالضبط، بصير هو لحاله يغير بكل فترة وفترة. يمكن من أكثر التحديات اللي عم بتواجهنا دينا موضوع اللغة العربية، المحتوى باللغة العربية بصراحة أحيانا بيكون مش بس أنه هو ضعيف، أحيانا بيكون مستفز من كتر ما هو مترجم بطريقة سيئة مثلا. صح. أحيانا هي ما بتكون حتى وليدة مجتمعنا أو وليدة يعني المكان من بيئتنا، العناصر مختلفة، فبتكون حتى الترجمة ركيكة. برأيك شو النصائح اللي تقدر تقدميها خاصة فيما يخص القراءة في اللغة العربية؟ زي ما حكيتي كثير مرات منترجم الكتب ومناخذ الكلام بالضبط زي ما هو ومنحطه بالعربي، فما بتطلع من معناه طبعا. المعنى ما بطلع صح وما إلها القصة بتكون قيمة كثير. هلا الإشي الحلو إنه هلا جديد عم بيصير في كتب أكثر وعم بيصير في قصص أكثر، بس مش إشي سهل. ما بقدر أقول لك إنه إشي سهل إنه نلاقي كتب سواء عربي أو إنجليزي مرات تناسب العمر، أوكي؟ بس مع الوقت شوي شوي لما يبني حتى لو بقصص أبسط من مستوى عمره يبني فيها ليوصل مرحلة يقدر يقرأ الروايات الموجودة بالعربي. الإشي الحلو إنه عندنا روايات يعني منيحة وعددها كعدد موجودة وكقصص يعني كمان بفضل حلوة. قليلة ودمنا عن عن القصص البسيطة طبعا، يعني ما بقدر أقول لك أكيد في أطفال صعبة عليهم، بس ممكن أنا أقرأ معه القصة، يعني أنا أقرأ معه القصة بالعربي لما تكون صعبة، بعدين أعطيه مجال يرجع يعيدها مثلا معي أو يعني أساعده في القراءة أكيد.
بس يعني ممكن هلا اذا عم نبني جيل عم بقرا يصير عندنا كتاب جداد ويكتبوا لنا قصص اكثر ان شاء الله. يس. بمحتوى جديد. يس. كمان طيب دينا في موضوع مهم جدا اللي هي فكره انه الديجيتال، يعني ممكن حتى القصص هلا الكتب الكبار صاروا يقراوها عن طريق الايباد. صح. برايك هل المفعول نفسه، يعني لما اعود ابني مثلا انه هو يقرا القصص من خلال الايباد كمان غير عن الكتاب، ما يتعود على فكره الكتاب هلا كقراءه الفائده نفسها؟ يس. هلا احنا كثير مرات بنفكر انه قضى وقت كثير طويل على الايباد، بس هو مش نفس المفعول. يعني اذا بدي احضر انا فيديو او بدي العب لعبه تاثيرها على دماغي غيرها اذا انا عم بقرا كتاب. بس انا كشخص انا بفضل الكتب لاني مثلا بنزعج من ضوء الايباد. فهي كل شخص وكل طفل مختلف، فبدنا نشوف ايش الشيء اللي بلائم اطفالنا. ممكن مثلا اشوف انه احدى اطفالي مثلا ما عنده مشكله انه يقرا على الايباد وما بيضايقوا عيونه، مثلا الطفل الثاني ممكن عيونه يصير حمر يفركها ينزعج من الاضاءه، فهون بيرجع للطفل. بس كفائده من القراءه هي نفسها، يعني ما بخاف انهم يفقدوا احساسهم بالكتاب، يعني فكره الكتاب. بالعكس في ناس بيستمتعوا فيها اكثر. ما هو انا يعني بدي ضل يتعود على هاي الفكره، فمش ضروري مثلا اني اركز على هاي الفكره ما دام هو عم بيقرا. بالضبط، المهم انه قاعد عم بيقرا وقاعد عم بيستفيد. جميل. طيب قبل ما تحكي لي عن النصائح، حابه تعطيني نصائح للامهات بشكل عام، السن اللي يبلشوا فيها القراءه وشو الاساليب اللي ممكن انهم يستخدموها ونوع القصص يمكن، لكن قبلها بدي تحكي لي بشكل سريع الافلام اللي فيها قصص اللي ممكن أنا أربطها بكتب معينة قد ممكن تساعدني؟ يعني الكتاب موجود منه فيلم. ممكن صراحة هاي يعني الأشياء ممكن يستسهل الفيلم مثلا. بالضبط. ممكن ما أحكي له إنه في إلهام فيلم أو مسلسل ولا أجذبه للقصة. بيعتمد على طبيعة الطفل. يعني في أطفال بيجي بحكي لك إذا أنا في حضرت الفيلم حبيته بدي أقرأ الكتاب تبعه، وفي أطفال أصلا بيستمتعوا في القراءة وبيحبوها بيقرأوا الكتاب بالأول بعدين مثلا كمكافأة بنقعد العيلة مع بعض بنحضر الفيلم. فهنا ما في مشكلة هيك أو هيك حسب الطفل الموجود قدامنا. بس كتير مهم إنه يعني نتأكد إنه جد مرات، لأنه إحنا مرات بتصير فينا إذا بقرأ كتاب كتير بحب بلاقي الفيلم بفقس يعني مزعج، فإحنا ما بدنا نكره طفل في الكتاب عشان مثلا الفيلم مش حلو. أوكي. فهاي هي الأشياء بس اللي ننتبه منها. بس بشكل عام هم مثلا زي ما حكيتي في قصص مترجمة في كتب في أفلام بتكون ممتعة جدا لهم إنه يحضروا إنه هذا اللي أنا قرأته وهذا بعرفه وأنا عارف شو جاي، فالحماس بيكون كتير كبير أكيد، بالعكس إشي كتير حلو. يعني ممكن إنه يقيس الخيال. بالزبط. مع الفيلم. كيف أنت تخيلته ماما؟ كيف شفت هذا بشكلك؟ تخيلته زي هيك مثلا شكل شعره لونه؟ بتيجي لما تدخلي بالتفاصيل معه، لا ماما أنا تخيلته هيك، هذا بيخلي في مجال للنقاش أكثر وحماس للكتاب أكثر أكيد. جميل دينا، هلا شكرا لوجودك معنا اليوم. أهلا وسهلا بك، نورتي. نصبح الخير. Thank you.